باقي 4 أيام على إغلاق باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية. على كل مواطن يجد نفسه قادراً على إدارة الوطن أن يرشح نفسه. يمكن باب السنة مفتوح له ويبقى رئيس الجمهورية. واحدة بالحلاوة دي وعندها شقة وتقع الوقع. الله يكون في عونك. ده أكيد أمه دي جبروت. لا كويس. لا أنا عايز أعرف دلوقتي إيه دخل مامتك في لون البوتاجاز اللي هيتحط في شقتي؟ يا عزة يا حبيبتي ما أنتي عارفة إن أنا باخد رأي ماما في كل حاجة. ده على كده بقى مامتك اللي نقيت لك شبكتك. آه يعني وفي إيه المشكلة؟ أنا قلت أفوت وعدي على إن الحال هيتعدل، لكن الظاهر إن اللي فيه ده مش هيبطله أبداً. بعد إذنك. ألو؟ أيوة ماما. إيه يا ماما أنت كنت رافع السماعة طول الليل ولا إيه؟ ايوه كلمتك الساعه 4 الفجر. لا اصل مراتي فجاه كده طلبت مني بوسه، قلت اسال ماما الاول. عملت ايه؟ طبعا ما اديتهاش. وانا معقول اعمل حاجه من وراكي؟ لما لقيتك خارج نطاق الخدمه قلت لها كرر المحاوله في وقت لاحق. عارف يا ماما، عارف ان الحاجات دي اخرتها وحشه. عارف ان الحاجات دي هي اللي موتت بابا بدري. اطمني يا ماما انا مش هبوسها تاني ابدا. طيب يا حبيبتي يلا بنمومة باي باي باي. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انك قليل الادب والمفروض ما تتدخلش بين واحده وخطيبها. انا اللي بتدخل بينكم ولا امه؟ ما انت زيه بتاع ماما. زيه؟ ده انا بتريق عليكم. ده انا حبيت اقول لك بس ان البوسه بعد كده هتبقى باذن امه. استني انا هاخد موقف في دلوقتي حالا. وادي دبلتك اهي انت كمان. ها يا استاذ. يا راجل يا نسا اكيد في شيطان دخل بينكم. لا حول الله. دول ذهب بجد؟ الو انت خريف دي على الصبح، انت كنت فاكرني مين؟ مامت ايه وبوست ايه؟
لا اصل انا كان عندي زبونين كده، ما تاخديش في بالك. ايمان عندي ليكي مفاجاه، حاولي تتماسكي. انا جبت دبل الخطوبه. دبل ايه؟ ده انا قربت دولك. ده انا فاكراك هتقولي يا اخي جبت الشقه. دلوقتي بس عرفت حال المحل واقف ليه. اتفضل اطلع بره، انت مقفول. نعم يا يوسف حبيبي. عايز ايس كريم من ده. ايس كريم ده؟ حلو ده. وده بكام ده؟ بتلاتة ونص. تلاتة ونص؟ بلاش يا يوسف، الايس كريم بتاع اليومين دول بيجيب تبول لا ارادي واحنا مش ناقصين. طب هات لي عصير من ده. عارف انا العصير ده؟ ده في منه مانجا. بكام ده؟ باتنين بس. ده معقول ده؟ خلاص وعد مني اجيبه لك في شم النسيم. وهو قرب. فاضل له سنتين. يوسف مش هدي شبطه. طب بقى يوسف، انا عايز ابقى زي العيال دول. دول بيغزوني بالحاجات اللي في ايديهم. وبيغزوني انا كمان. طب تعالى انا خليك تغزهم وتفرسهم من غير فلوس خالص، وهيبقى معانا حاجات كتير. ما تسمعش كلامه يا واد. خد يا يوسف. ايه ده؟ ده كوس فيه ميه. عايزك تنزل في وسط العيال وتقف كده وتداري الميه اللي جواه، وتبتدي تشرب وتعيش حياتك وتمزمز وتشغل الخيال. تشغل ايه؟ الخيال. تشرب الشفطة الأولانية، تتخيل انها بطعم المانجا، والتانية بالأناناس، وهكذا. اوعى العيال تعرف ان اللي جوه كوز ميه. يعني اعتبر المايه دي مخبخينة. الله على خيالك. طلع لخيالك يا واد. خد، اوعى تشرب المايه كلها، جاي لنا النهارده ضيوف. مش هديك حاجه. وانا كمان يوسف. ولا انت برضه. عشان خاطري يا عشان خاطري. لو تطلعوا خايب زيك وتعيشوا في الوهم هو كمان. طب ابوس رجلك يا امه، وحياه رحمه بنتك ام يوسف، خلينا نتجوز في الاوضه. انا مزنوق يا امه، ده المزنوق زنقه ما يتزنقهاش فيل في كوع الحوض. وايه اللي دخل الفيل في كوع الحوض؟ الصابون يا امه، الصابون. انت عارف شرطي كويس. تطلق مراتك اللي كتبت عليها غصب عني في الاول، وبعدين بقى تتجوز اللي على مزاجي انا. اطلقها ازاي ياما؟ دي حامل. حامل؟ حامل من ايه يا واد؟ حامل من ايه؟ مراتي وحامل هيكون من ايه؟ عدوى طبعا. ما تاخدنيش في الكلام، ايدك على القبض. لا لسه ما قبضتش. شوفي لك قرشين مع حسين دلوقتي ماشي بيهم نفسك. حسين؟ هو حسين حالته حاجه؟ هو قادر يسلب طوله من البرشام اللي بياخده؟ دلعتيه ياما، طول عمرك بتفرقي بينا عشان هو من اب وانا من اب تاني. ما تغيرش الموضوع، ايدك على الاب. ما تغيريش انت الموضوع، خلينا اتجوز. انسى الجواز هنا خالص. بصراحه انا هتجوز. تتجوزي؟ تتجوزي؟ ومين اللي امه داعي عليه ده؟ سعد بس جرب. ده نظره ضعيف وما بيشوفش. امال انا هبقى عليه اللي بيشوف بيها. وهو عارف انك ما بتمشيش؟ هو هيعرف منين؟ هو بيشوف. ما هي دي المصيبه ياما، ما هو اللي ما بيشوفش بيحسس. اترفدت يا سعيد؟ يا لهوي. لا يا مسلسل. بس استني استني استني. يا حرام. مفيش حاجة يا جماعة، دي حالة وفاة، حالة وفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالي تعالي، هدي نفسك هدي نفسك. طب أقول لأبويا إيه؟ ده لسه إمبارح واخد باله من بطني وسألني، قال لي بصيت من فوقك ده ليه يا بيت؟ إيه ده؟ وقلت له إيه؟ هقول له إيه؟ طبعًا ما عرفتش أرد. لا، كنت قلت له نفسيتي وحشة والقولون نفخ. وأما يلاقي بقى القولون عمال ينفخ ينفخ كل يوم أزيد من التاني، أقول له إيه؟ قولي له ابقى سخن المية. انت بتهزر يا جبلة؟ اتفضل ولا اتصرف ازاي في المصيبة دي؟ ولا حاجة يا حبيبتي، صدقيني صدقيني، لازم نشغل نظرية الكوز. يا سعيد حرام عليك، انت هتفضل طول عمرك عايش ومعيش في الكوز بتاعك ده اللي في بطني ده واقع مش خيال. هتعرف اللي في بطني. لا، ده الحقيقة الوحيدة اللي في حياتي. انت الوحيدة اللي عارفة انا تعبت فيه قد ايه. يا
عربية أبوك دي معرفينها قوي. سيبك من العربية وخلينا في موضوعك. مفيش غير إن إحنا نعيش في البيت عند أمي. أبويا مش هيرضى، وبعدين بقى أمك ما بتسيبلي عنيش. ما قلنا نشغل الكوز. كوز إيه بس يا سعيد، وهناكل ونشرب منين؟ أنت مش اترفضت من شغلك؟ هرجع لمرتضى أخليه يشغلني في المحطة الفضائية تاني. يا نهار أسود، العربية ضاعت. ده العربيتين ضاعوا. هقول لأبويا إيه؟ ده لو عارف إن أنت اللي ركبتها هيدبحني ويدبحك يا سعيد. أوعي تجيبي له سيرة، ممكن أشد معاه تتطلقي فيها. بقول لك ايه، روح انت وانا هبقى احصلك كمان شويه عشان ما نتفقس. يلا خد يا عم، خد يا عم. إيه؟ راح فين؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. انت هتقبل العوض ولا ايه؟ اه هقبل. مشاهدي خد يلا، خد يلا، خد يلا. تعال هنا. انت بقى مش كسفر كده ليه ومش عارفه تاخدي نفس؟ ده من السلم. السلم؟ ما انت طول عمرك بتطلعي السلم. فيك ايه يا بنت؟ ولا حاجه، ما انا زي الفل اهو قدامك. طب انا هتصل بالدكتور صبحي يجي يشوف فيكي ايه. لا دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ انت حامل يا بت؟ يا خرابي يا خرابي، شوف ضحكتك يا حامد في وسط الناس. فضيحه ايه بس؟ انا حامل من جوزي. يعني دخلت من ورانا يا بكحه؟ طب شوف يا ابوكي هيعمل فيكي ايه. بلاش تقولي له، ابويا ضغطه عالي لا يروح فيها. ده سعيد. ادخلي اوضتك انت دلوقتي، ادخلي. حماتي انت اللي بتفتحي الباب بنفسك؟ والله الباب ده اصيل. اهلا يا وش السعد، انت جيت. ادخل ادخل اقعد، عمك جاي لك دلوقتي. كلامك طلع صح يا حامد، البت حامل. انا كنت حاسس بكده. الكلب الحيوان قليل الادب الواطي. هتعمل ايه يا حامد؟ الواد قاعد بره. مش عارف لما اشوفه ممكن اعمل فيه ايه. اخرتها ايه؟ هصلحها له على حسابه. ازيك يا عم؟ إيمان قالت لي على كل حاجة. أنا مش فاهم. أنا قلت لها ما تقولكش وتنكد عليك. وبعدين دي حاجة بسيطة. بسيطة؟ بسيطة إزاي؟ دي خيانة أمانة. إهدى بس واسمعني، هتعرف إن أنا مش غلطان. هتقول إيه بعد اللي عملته؟ يا عم اسمعني بس. أنا أصلاً أول ما ركبتها. اخرس يا ولد ونقي ألفاظك. يا عم إهدى بقى وخليني أحكي لك. أنا أول ما ركبتها لقيتها بترعش كده. بترعش إزاي؟ كده. وكده. ما انا بصراحه غلطان، ما سمعتش كلام ايمان. قالت لي سخن الاول. هي قالت لك سخن الاول؟ ايوه، وقالت لي ان بابا دايما بيعمل كده. طب كفايه كده، كفايه، واحترم نفسك. لا مش كفايه، انا ركبت من هنا ودقيقتين ولقيتها بتسقف. سقف؟ سقف ليه؟ مكتومه، عايزه تتسلك. انت ولد قليل الادب. ايه بقول لك؟ ايه امشي اطلع بره. الله الله. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ليه كده؟ بره. امال لو كنت على الزيرو كنت عملت فيا ايه؟ على الزيرو غصب عن عينك يا سافل يا منحط. امشي اطلع بره 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 بره. استنى. نعم. اللي عايز اعرفه دلوقتي، الحكايه دي حصلت فين بالظبط؟ في الميدان. في الميدان؟ ايوه. ازاي ده يحصل في الميدان؟
الميدان كان زحمة وكله كان بيلوش في كله، هو حد خرج من ميدان سليم. انت قليل الأدب. الله. اطلع بره. بره. بره بره. استنى. تعال. نعم. اقعد. اقعد. استناني لحظة واحدة. سبحان الله. اثبت له ازاي انها كانت بترعش. بترعش ايه؟ دي كانت بتنط. حتى وحدت هشرب من دم ده دخل على البت في الميدان. اعقل يا حامد، ما توديش نفسك في داهيه، ده مهما كان جوزها. ايه اللي بيحصل ده؟ بابا بيزعق ليه؟ استعباطي بقى، قلت له ليه اني خبطت العربيه؟ هو كل زي ده عشان العربيه؟ لا، وبيرمي بلاه عليا، بيقول انها عزيرو. اهلا، ممكن تقولي لي سبب واحد يخليكي تعملي كده؟ بصراحة يا بابا، هو بقاله سنة بيتحايل عليا اني اعلمه. تعلميه؟ تعلميه ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا قلت انها شغلانة تنفع بعد الجواز. شغلانة؟ انتوا هتجننوني. حضرتك بتزعق ليه؟ ده كان واجب عليك انت اللي تعلمني وتعرفني ازاي اسخن. عموما لو مش عايز نركبها تاني خلاص بلاش. هي عموما مش هينفع تتركب. بره بره، وانت كمان بره، انتوا الاثنين بره قبل ما اتقلكم. هاخد بس هدومي يا حاج، معلش. بره 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 بره. بصراحة يا عمي انت مش ركيب. ايه يا يوسف، يعني انت سهران؟ ازيك يا خالد؟ الحمد لله يا حبيبي. مين اللي جه يا يوسف؟ تعال. بقول لك، قول لها ده سعيد ومعاه واحد صاحبه. يلا. ده سعيد ومعاه واحد صاحبه يا ليلى. معلش ايه؟ حاسس بالباب. ايه ده سعيد؟ هو الباب من غير ترباس؟ ترباس ليه؟ هنعوزه في ايه؟ احنا عيلة محافظة، نخبط قبل ما نخش. من بكرة هتلاقي الأوضة دي قصر. أنا نفسي بس يا سعيد تقولي أنت بتحلم إزاي؟ أنا عشت عمري أهرب بالخيال من الحقيقة. يلا ننسى كل حاجة ونخطف من الزمان دي. يخرب بيت أشعارك. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ بوسة؟ طب ما تيجي نقلع. يا لهوي انتوا قالي وين؟ انا كده قطعت الخلف. في ايه يابا؟ في ايه؟ اهدى. انت ايه اللي جابك يا قطه؟ الله يبارك فيك يا نينا. نينا مين يا نوغ؟ ده انا بيني وبين الثلاث سنين. ايه يا امه؟ انا مش واخد منك الاذن الصبح. وانا قلت لا. انت بتعصى اوامري يا سعيد؟ روح. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. يوم الاثنين؟ يوم الدين. خلاص يا امه، كلها اسبوع واشوف حته تانيه. ممكن بقى تعدي لي الليله؟ ولما بشوفك بيروح مني الكلام وانساه. يروح مني الكلام وانساه. انت بتحب صمت مباحث. عشان قابل جاب لنا مزه. ليه المصاريف دي؟ مزه ايه؟ دي مراتي. لما هي مراتك نايم جنبي ليه؟ مخرب بيتك. قوم قوم قوم، بقول لك مراتك. وايه يعني؟ ما السرير ياخدنا كلنا. ياخدك ربنا. قوم قوم قوم، انت مبلبع. قوم بلبع. انت اتغيرت من ساعه ما مرات. ما تعملش معاك كده يا اخويا الكبير يا جدع. معلش يا جدع، انت اتغيرت يا سعيد. استحملني الليلة دي بس، اقضيها على الكنبة والصبح يحلها حلال. اخوكم مزنوق يا حسين. والاخر تعمل فيك زي ما مراتي عملت فيا. مراتي خلعتني وقالت لي انت اناني اناني عشان عايزها ليا لوحدي. معلش معلش يا اخويا، تعالى بس نام دلوقتي. نام والصبح نتفاهم. ماشي؟ بقول لك نام بقى.
حبيت البلبيات بتشربها. خلاص نيمته. بلبيع ايه اللي انت بتقولها له؟ يا نهار اسود، هو اخوك بيبرشم ولا ايه سعيد؟ لا ده بيبرشم لما بتبقى ظروفه صعبه، انما هو اصلا سرنجاتي. سرنجاتي؟ ما شاء الله على النسب، ما شاء الله. يلا حبيبتي يلا تصبح على خير. خير؟ وهيجي منين الخير؟ ده انا حاسه ان انا نايمه في الشارع يا سعيد. بس انا ما صدقت ان جبته. غمضي عينيكي ونط في الكوز، هتنامي على طول. غمضي عينيكي. زوزة الحمد لله على السلامة. والله ليك وحش. الله يخليك. محدش يقدر يملى مكانك ابدا. الله يخليك الله يكرمك يا سامح. صبر صبر. لازم. امسك. وخلي بالك مش عايز أي عك، فاهم؟ الحلقة النهاردة مع وزير الداخلية. عارف. ربنا يعديها على خير. حبيبي والله حبيبي حبيبي والله. ايوه حاضر حاضر حاضر. الوزير بتاعكم عسل عسل. انزل بموسيقى التتر. 5 4 3 2 1. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. حلقه اليوم عن موضوع الساعه، حول الانتخابات الرئاسيه التي تشغل بال الجميع. ويسعدنا ان نستضيف السيد جابر منصور وزير الداخليه ليجيب عن أسئلة المشاهدين. أهلا بمعالي الوزير. أهلا بيكي وبالسادة المشاهدين. معالي الوزير، الناس كلها بتسأل وبصراحة أكتر بتتهم الحكومة بأنها وراء وفاة الشخصين اللي قدموا أوراق ترشيحهم للرئاسة. ست الكل، دي أعمار، والأعمار بيد الله، ومفيش مخلوق في الدنيا ممكن يعترض على قضاء الله. ومع ذلك أنا هقول لكم الحقيقة كاملة زي ما تعودنا. الشخص الأولاني مات في حادثة عربية، ودي حاجة بتحصل كل يوم. أما الشخص التاني بقى فهو بيبص من البلكونة من الدور العاشر داخ وقع. سيادتك بقى اديني عقلك، واحد مش عارف يبص من البلكونة هيحكم بلد بحالها ازاي بالذمة؟ معنا مداخلة من سعاد حسين، اتفضلي. مساء الخير يا رشا، ازيك يا حبيبتي؟ اولا انا بحييكي على قصه شعرك، وكنت عايزه اعرف عامل حودك فين؟ ها. ومعانا اتصال تاني. الو، انا عايز اعرف لازمه الانتخابات دي ايه؟ بصراحه كده احنا عايزين الرئيس اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، واللي يجرب مرات ابوه يعرف قيمه امه. علشان كده لازم كل مواطن يتأكد تماما انه بيدي صوته للشخص المناسب لهذا المنصب الرفيع الجلل. مدام هنا اتفضلي. مساء الخير، والله كنت عايزه اسال سياده الوزير كم واحد اتقدم للانتخابات؟ ها؟ للاسف مفيش حد، وعلشان كده انا هنا وبأعلن امام الجميع وبمنتهى الشفافية إننا قررنا عمل بوليس التأمين بخمسة مليون على حياة أي شخص هيرشح نفسه. في حاجة يا سعيد؟ ايه يا استاذ مرتضى البرنامج الهندي ده؟ هندي يعني ايه؟ يعني كان لازم يبقى فيه مداخلة سخنة شوية، يعني هجوم على الوزير. لما نحب ناكل الناس الاوانطة ناكلها لهم بالمعلقة من سد حنك كده. تاني؟ تاني يا سعيد؟ انت غاوي تقطع عيشك بنفسك؟ يا اخي تام واقعد ساكت. رشا هانم اهلا. اتفضلي يا فندم. اهلا يا سعيد، ازيك؟ الحمد لله. ايه ناوي تكمل معانا ولا هتعمل زي المرة فاتت وتسيبنا وتختفي؟ لا لا، يختفي ده ايه؟ ده موهوب فنان، بس يعني ناقصه شويه تركيز. ما دام بتشكر فيه كده ثبته يا مرتضى. ابسط يا عم، اديك اتثبتت كمان. انت
اتصلت بالمحامية مرتضى؟ محامي ما وزير الداخلية كان معاكي، ما كلمتوش ليه؟ اليومين دول مش عايز اطلب حاجة من حد، البلد مقلوبة بسبب الانتخابات، وفي نفس الوقت مش عايزة الصحافة تعرف حاجة. مالها هنا؟ بسيوني السواق، المدام طردته عشان بيشرب بانجو، فعور نفسه وجاب تقرير طبي، واتهمها ان هي اللي عورته. طب وايه يعني؟ ما تشوف حد يعور نفسه ويتهمه ويسيبه نسيب. فكرة هايلة، ده انت مصيبة. شوف لي حد يا مرتضى يعمل الموضوع ده، ان شاء الله ياخد 10,000. ضربة المطوة ب10,000؟ اه. بس انت كده وشك هيشلطط. لا مش في وشي، في ايدي، في رجلي، في اي حتة. اي حتة ازاي؟ ايدك ورجلك ماشي، انما اي حتة تاني لا. انت بتتكلم بجد يا سعيد؟ اه والله، ضربة المطوة ب10,000. طب ما تاخدني معاك، يضربوني مطوتين انا كمان. ده هتنطني في المصلحة. لا يا سعيد، لا لا. ما بعد اللي احنا فيه ده وتقولي لي لا، ما بدهاش. عايز سكينة، عايز سكينة، عايز سكينة. قلبي مش مطوعني. طب ما تجيب انا الدهانه. هي حقنه وهدي كده، ما تضطرنيش. خذها يا واد، خذها. يا خرابي، معلش يا سعيد، انا السبب يقطعني كل ده عشان شقه مفروشه. طب انا هخليها تمليك. طب والفرش يا سعيد؟ فرش ايه؟ انا دم اتصفى. عايز بن ياما؟ بن؟ مفيش بن، اجيب لك خل. خل؟ جاتك نيله، جاتك نيله، يلا ضربتك يا واد. انزل اعمل لها محضر وهات تقرير طبي واحبسها بنت المجنونه دي. كنت بتقولي ايه بقى يا ام الهنا؟ تصدقي يا بنت، انت دخلت دماغي. هم الرجال كلهم كده، ما يجوش الا لما ياخدوا لهم سكينتين في الاول. عارفه ابو سعيد ما تعادلش معايا الا لما اديتها له كده. ده حساب بسيط، وبعدين خلى عنك. شوفي حضرتك، انا عملت طعنتين، كل طعنه ب10 وخربوش ب3، يعني الحساب 23,000. بس ده كتير قوي. كتير ايه مدام؟ ده عشان وشك السمح بس. لعلم حضرتك انا جالي فيهم 25، قلت لا، انا اديت كلمه. اوكي، انا هدي لك اللي انت عايزه، ولا يهمك، انا هعتمد عليك في حاجات كتير. وانا تحت امرك، دراعي التاني تحت امرك، رجلي التلاته تحت امرك. تلاته؟ ايوه التلاته. انت حلوه وتستاهلي. اسمع، انت من دلوقتي هتبقى الحارس الخاص بتاعي. اتفضلي يا هانا. ايه السماعه دي بتاعت ايه؟ دي عدة الشغل بيستخدمها الحرس الخاص في العالم كله. وانت معاك جهاز استقبال؟ طبعا يا فندم. هو في شغل من غير عدة؟ اتفرجي. ايه ده؟ راديو ده؟ اف ام 0.6، بودي جارد على كيف كيفك. انت جاي تهزر بقى؟ لا يا فندم، لعلم حضرتك كل الحرس الخاص اللي بيحط سماعة زي دي بيسمع احلى اغاني. شيل الزفتة دي من ودنك. حاضر. ده ليها نانسي عجرم، الاطبطب قال ودلع قال. اهو دي بقى لا غنى عنها. وانت كمان دي بتكشف لي حضرتك كل المتفجرات. تعالى هنا. ها؟ بقول لك تعالى. حاضر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عايز تفضحني قدام الناس؟ طب لعلم حضرتك عندها ديناميت. تعالى. باين عليها ليله مش هتعدي النهارده. ليه بس يا هنا؟ ايه اللي على النضاره دي؟ حد يلبس نضاره شمس بالليل؟ هي دي نضاره شمس؟ ده انا شاريها لانها نضاره قمر. اهي اهي، ولا يهمك، اتفضل اتفضل. تعالى 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 هانم، بقالها دقيقتين هنا ما حدش عزم عليها بحاجه. اتفضل انت، اتفضلي هانم، اتفضلي. مش عايز اشرب. ليه بس؟ انت كاس وانا كاس ونطرشق في بعض كده. قلت لك مش عايز اشرب. خلاص بلاش بلاش. انا اذنت لك؟ لا بس، وانا هشرب ايه يعني؟ ده ويسكي. ايه ده؟ امسك. كوزو عالي قوي. ايه ده؟ في ايه؟ كوزو حلو، منفض الليله كلها وضارب بالانس في الكوز. ايه
يعني ايه يا سياده الوزير مش لاقيين حد؟ انت عارف كويس قوي ان باب الترشيح هيتقفل بعد يومين. انت كده موقفك بقى صعب قوي يا فندم. 500 مواطن حاولنا معاهم بكل الطرق، مفيش واحد وافق من ال 300. هم 300 ولا 500؟ كانوا 500، 300 رفضوا و200 واحنا بنقنعهم فيصوا. فيصوا؟ فيصوا تاني؟ مش كفايه؟ مش كفايه الاثنين اللي رشحوا نفسهم ماتوا؟ يا فندم كان لازم اعمل كده، دول كانوا خطر شديد على النظام. سياده الوزير شكلنا بقى زباله قدام المجتمع الدولي. معلش احتياطات امنيه، معلش. اسفين اسفين يا فندم، اسفين يا فندم، اسفين. اتفضلوا اتفضلوا ارتاح، اتفضلوا ارتاح. معلش معلش، اتفضلي يا هنا، اتفضلي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الناس بتسلم عليا، في ايه؟ برضه احتياطات امنيه ما ينفعش. انا نوزه امراض جلديه، امراض جلديه. اتفضلي اتفضلي. بقول لك ايه، انت هتفضل لازقني كده؟ روح شوف لك اي حاجه تعملها، ولا اقول لك تعالى اقف هنا. شكلي مش هعمر معاها. سألتك بودي؟ ما انا بودي، احنا الاثنين زمايل. وحشتني يا رامز بيه. ايه مفيش اتصال او حتى مداخله وراه على الهوا؟ انت عارفه المشاكل اللي احنا فيها، الرئاسه مقلوبه. وايه الاخبار؟ مفيش حد لسه تقدم للانتخابات بعد الاثنين اللي ماتوا؟ لو سمحت لحمة، ممكن بعد إذنك، بعد إذنك ثانية لحمة تاني لو سمحت. لحمة، الشوكة وقعت، الشوكة وقعت. طب إيه، إملى أنت، إملى أنت. ثانية ثانية يا جماعة، يا جماعة لحظة واحدة. أخير. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه الرجلين اللي بتلمع دي؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ البوفيه من تحت أحلى من فوق بكتير. أول مرة أشوف بوفيه الأكل فوق والحلو تحت. يا سلام يا سلام، سمان واكل بط يا ناس. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ دي ولا حاسة بحاجة خالص. فعلاً الأمثال الشعبية عمرها ما تكذب، صدق المثل اللي قال تطعم الفم تلعب في الرجلين. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله في رجلي ده؟ الحق عليا، المنطقة كلها حشرات، لمحت برغوت كان بيتنطط، حبيت اقفشه. يعني ايه تقفشه؟ يعني امسكه. تمسكه؟ انت قليل الادب. ليه بس؟ ده بيعمل ايه ده؟ انا ما عملتش حاجة غير اني كنت عايز امسك البرغوت، اشهدوا يا ناس، المنطقة مليانة حشرات. انت عمال تمسك في رجلينا وتقول تمسك البرغوت؟ انا عملت حاجة، ده ما عملتش غير كده يعني. يا سلام، وده كده سهل. الصبح يا رامز بيها تسمع اخبار حلوة قوي. عندك حد وساكتة يا رشا هانم؟ لا، ومش أي حد، ده صلصال. هنسكله زي ما احنا عايزين. اقفل الباب؟ اه. تعالى. الله 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 الله، ايه البيوت الحلوه دي؟ ناس عايشه. وانت عايشه في البيت ده لوحدك؟ تصور؟ لا، انا بعد كده مش هسيبك تاني ابدا بقى. طب خد اشرب ده. لا، انا اصل النهارده شربت شويه كتار. اشرب ده كمان. لما انت من مكنتش سامحه، يعني ايه اللي حصل؟ اصل انا عايزاك النهارده نصحصح وعينيك مفنجله، اصل انا خايفه قوي يا سعيد. ايه ده؟ خايف وانا جنبك؟ تبقي ما تعرفيش كمالياتي. انا الخمره دي متشوشه، مغشوشه، حاسس ان عليها رمان بلي. لا صحصح، بقول لك بس انا بصراحه النهارده جالي تهديد بالقتل. قتل؟ قتل مين؟ رايح فين؟ تعالى قتلي انا. لا 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 لا، ما بلغتيش البوليس ليه؟ وبلغ البوليس ليه؟ امال انت هنا بتعمل ايه؟ انا هنا بعمل دماغ. نعم. ايه ده؟ ايه ده؟
ده النار قطع. ما تخافش، تعالى تعالى. اجي تاني؟ كلها ساعه والشمس تطلع. تعالى الشمس ايه اللي تطلع وانت شايفه؟ هتشوفيها تاني الشمس دي جت. ايه ده؟ ايه في صوت رجلين ماشيه فوق؟ رجلين ماشيه فوق؟ ما تعرفيش دي رجلين مين؟ لا، ولا تعرفي حتى مقاسها؟ اخرس خالص، انت لازق فيا كده ليه؟ بأمنك يا مدام، وانت كمان لازم تأمنيني. ها اوعي تسيبيني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت المفروض البادي كارت بتاعي. بادي ايه؟ ده انا البوبي بتاعك وبوبي للو كمان. طب اهدى اهدى اهدى، خلاص خلاص، هو باين الخوف بيعمل لي تهيؤات. معلش. اه صح صح، هو الخوف بيعمل تسلخات. ريسوت، انا سامع صوت رجلين نازله السبالة. بص شوف الرجلين ديت فوقيها حد ولا لا؟ ايه الصهد ده؟ عايز اروح الحمام. فين الحمام بسرعه؟ وده وقته؟ هو دي حاجه ليها مواعيد؟ قفش فيا انا، قفش فيا، مش انا مش انا، ركز على الهدف. شيله، طلعه فوق، نايمه على سريره وقلعه هدومه. قلعه هدومه؟ مالت. ايه ده؟ ايه ده؟ هتعمل فيها ايه؟ يا مدام، يا مدام، مدام، انت ستانتي؟ هو ايه اللي حصل لنا؟ حيوان، يا حيوان، انت عملت فيا كده ليه؟ لا لا، ده اكيد الراجل بتاع امبارح هو اللي عمل فينا كده. لحظة واحدة بس اشوف. الحمد لله كل حاجة في مكانها. انت بتستهبل يا حيوان؟ انت ما شفتش نفسك بعد ما اتكلمت عملت فيا ايه؟ انا؟ ايوه، واصرخ وابوس رجليك واقول لك سيبني يا مجرم يا مجرم. ده انا؟ ايوه، انت اتحولت وكنت وحش مفترس. انا بتحول؟ حرام عليك، حرام عليك، ليه تفقدني يا عز واغلى شيء بتملكه كل بنت؟ هو موبايلك ضاع؟ اكيد هتلاقيه هنا ولا هنا ولا. انت بتبصي لي كده ليه؟ تعالي فتشيه. فكني، قوم فكني، انا هوديك 60 داهيه. حاضر حاضر. صدقيني انا عايزك تثقي فيا، انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده ابدا. اكيد اكيد الراجل بتاع امبارح هو اللي عمل فيكي كده وكتفك بالشكل ده. وهو لما الراجل هو اللي كتفني، ما انا بكتفكش انت كمان ليه؟ الظاهر كنت مطوعه. فكني. حاضر. صدقي صدقي ان انا مش هجيب سيره لحد خالص. انت كمان ما تجيبيش اي سيره لحد. اهو الموبايل اهو، الحمد لله ظهر الحق. صدقتيني؟ عرفت ان انا. اخرس. ايه ده؟ اخرس يا حيوان. حاضر. كنت عايز تاكلني بسنانك مش كده؟ لا والله. البس. ايوه حاضر حاضر اهو. البس هدومك. ايوه حاضر. مش حاضر. راح فين ال الو؟ صباح الخير يا فندم. محدش شاف الله؟ انا رشا دبوس. ما شفتيش الغيار؟ من فضلك يا فندم ابعت لي قوه للبيت حالا. معقوله ساب كل حاجه وطمح في ده؟ لا لا لا، كفايه 2 ظباط بس. ظباط ايه؟ ايوه هو عندي. مين ده؟ باي. البس. انا لابس اهو. خبط رجليك بلاش الوزير، لحسن ده صوابعه لسه معلمه على القفايه من ايام ما كان رئيس مباحث العاصمه. اخرس، هو انت لسه شفت حاجه؟ تعملي معروف يا انسه. انسه؟ وانت خليت فيها انسه؟ انا مستعد اصلح غلطتي واكتب عليك عرف من غير شهود. ايه؟ انا اتجوز متوحش زيك؟ يا متحول، ده يستنى هنا. يعني هو انا بس اللي بتحول؟ ما هي اكيد اتحولت. امال فين السيد المرشح بالرئاسه؟ واقف بره. واقف بره. ما دخلش معاكي ليه امال؟ سيبه شويه بسويه على نار هاديه. احنا شباب زي بعض، اشهد معايا نوبك سواد. اشهد على ايه بعد اللي حكتهولي؟ تشهد اني اليف لطيف ما بتحولش ولا حاجه. وانا شعرفني انت بتتحول ولا لا؟ مش هعرفك صح. طب ما تجيب لي مزه شديده كده وازازتين خمره واقعد اتفرج عليا، هتلاقيني ما بتحولش خالص. ولو اتحولت؟ ده يبقى رزقها بقى. عايز اظبط. هو ده؟ والله؟ والله
ما اعرف ده حصل ازاي. وانت خايف كده ليه؟ مالك يا راجل؟ ده سياده الريس لما يعرف هيفرح قوي. مين؟ الريس هيفرح قوي؟ طبعا ده هيفرح قوي جدا كمان. انت اكيد من المعارضه، يعني حضرتك مش زعلان مني ولا حاجه؟ ازعل ازاي؟ دي الحكومه كلها مستنيه بقالها شهرين علشان ده يحصل. الحكومه كلها مستنيه ده يحصل من شهرين؟ والله ما كنت اعرف. ازاي بقى؟ ده احنا مليين البلد اعلانات وعمالين نقول يا عالم يا هو حد ينجد، وكمان عاملين عليها اعلانات. امال مالك يا بنت بتزيطي ليه؟ سعيد زازا مواطن جاي يتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية يا سيادة الوزير. يخرب بيت الكوسي، سعيد بيشتغل لوحده كده. الخمرة مضروبة بتاعت امبارح هي اللي شغالة لغاية دلوقتي. والله ما بتنسى حضرتك ناسين العارفين. بتقول لك انت قلتي حاجة؟ ايوه قلت. انت جاي ترشح نفسك لانتخابات الرئاسه. ايه؟ ايه اللي رئاسي رئاسي هي بايته معاك من امبارح؟ ايه اللي انت مش انت لا ده هتكونوا بتتكلموا بجد؟ انتوا عايزين ارشح؟ لا 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 موتوني يسلقوني علقوني اعملوا اي حاجه، انما ارشح نفسي قدام يا نهار اسود ده لا يمكن ابدا. اخرس خالص، انت مش عارف مصلحتك فين. ورحمة اختي بيوسف ما هيحصل، ده مهما كان سيادة الرئيس اخ برضه. ولو قلت لك ان الرئيس هو اللي عايز كده. براحته يا باشا، كل واحد وكوسه، لكن انا لا، انا غلبان، ده انا ابويا ميت وامي مبلوله، قصدي مشلوله. هنقدم لك كل الضمانات اللي تطمنك، ده غير الفلوس اللي هتاخدها. ده غير الشهرة اللي هتنولها. طبعا هتشهر. هبقى القتيل التالت. انت بتقول ايه؟ انا بقول مش عايز يا باشا. المثل بيقول ابعد عن الشر وغني له، واديك شايف الشعب كله ماشي يغني. ده تهريج بقى. امال انت جاي هنا ليه؟ جاي عشان هي متهماني ان انا لعبت في الموبايل بتاعها. نعم، عايزه ايه؟ لو قلت له على اللي عملته فيا هتاخد فيها اعدام. الاثنين زي بعض، الاثنين نتيجتهم واحده، كده موته وكده موته. شكلك كده مش مصدق. أنا هطلعك من هنا على غرفة الإعدام فورا يا سيادة الوزير. لا لا، إعدام إيه؟ طب ممكن طب ماشي ماشي خلاص، رشحيني اعملي أي حاجة، خرجيني من هنا دلوقتي. هات البطاقة. حاضر. اتفضلي. مبروك يا زازا بيه. اتفضل يا معالي الوزير، بطاقة المواطن سعيد زازا. ايه ده؟ البطاقة دي من غير صورة. ازاي ده؟ كانت بالصورة من شوية. راحت فين؟ يا خبر ابيض، ده الصورة لزقت يا فندم. في الجيب؟ لا، البطاقة من غير جيب، دي لزقت في اللحم على طول. ما تتعبش نفسك، سيبها سيبها، واحنا هنطلع عليها وهي في مكانها. وافرض الصورة طلعت بالخلفية. ما تقلقش، هنعمل لها رطوش. هتحولوها لخدود يعني؟ ما وراهاش غيرنا ولا ايه؟ دول مركزين قوي على انتخابات الرئاسه بتاعتنا. حقد يا نانا، حقد حقد. اجدع رئيس جمهوريه عندهم ما يقدرش يقعد في الحكم اكتر من مدتين، والحسد مذكور في القران. السيد رئيس الديوان. صباح الخير يا فندم.
صباح وقشطة. ما شاء الله ما شاء الله، النهاردة وشك أحلى من امبارح بكتير. أمر يا فندم. إيه الأخبار؟ كل التقارير موجودة على مكتب سيادتك. أنا قريتها ما فيهاش حاجة. بس في خبر جميل أوي هيسعد سعادتك. إحنا لقينا مواطن اتقدم ورشح نفسه للرئاسة. أنت بتقول إيه؟ مين الحمار ده اللي اتجرأ وعملها؟ يرشح نفسه قدام بابي؟ اعتقلوه حالا. الريس فاهم كويس قوي يا فندم احنا بنعمل ايه. كل ده علشان الضغوط الخارجيه. انا افتكرت ان في خيانه بتحصل واحنا قاعدين. ومين المواطن ده يا رامز؟ حد انا اعرفه؟ لا يا ريس، ده ولد جلقوع ما حدش يعرفه غير امه، وانا اخترته بعنايه فائقه وباسلوب علمي مدروس على اعلى مستوى في العالم. واخترت له رمز ايه؟ يختار اي حاجه يا فندم. هو يختار؟ هو يخرس خالص. لا 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 لا، سيبوه يختار اللي هو عايزه. احنا بلد فيها حريات، بس ما يهوبش ناحيه الحمامه. انا اخترتها الاول. اطمن يا فندم، هنبعده عن الحمامه تماما. رياضه، يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. ما تعمليش في نفسك كده، فداكي بيت رئاسه. اسمع، طلعني طلعني حالا. ما تبقيش هبله، دول عاملين مبلغ كبير قوي تأمين على حياتي، ابقوا خديهم بعد ما يموتوني عشان خاطر اللي في بطنك. ويوسف اوعي تنسيه، ده يتيم، ابقي هاتي له ايس كريم. انت عبيط، انت فاكرهم هيدفعوا لنا حاجه؟ حلال على امك يا اخوي. ام مين؟ انا بريئه منه اليوم الدين، ده لا ابني ولا اعرفه. خليكي شاهده، انا متبريه منه من قبل ما يجوا. عقلي يا امام. اوعى ايدك. بقولك ايه، انا عند ابويا وورقتي توصلني. سامع يا سعيد تطلقني. استنى يا بنت استني، خديني معاكي ده انا زي امي. ماما اوعى، انا مش طلقاك. يا بركه الرياسه، امي مشيت. الرياسه دي محتاجه وعايزه تخطيط تاني وشخصيه تانيه. بالعكس، هو ده المطلوب، واحد الناس ما تعرفهوش وما تقتنعش ان يبقى رئيس، وفي نفس الوقت واحد اذا راح في 60 داهيه ما يهمناش. انا مش ضامنه غدر الحكومه. ستاند باي. انت رحت فين؟ سيبيني دلوقتي، انا في الكوز. 5 4 3 2 1. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم اقوى حدث سياسي في تاريخ البلاد، وإيمانا منا بالمساواة التي نص عليها الدستور، كان لنا هذا السبق في تقديم المنافس الوحيد لرئيس الجمهورية. أستاذ سعيد، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أنا سعيد زوزة، مواطن عادي من بلدي، يعني واحد منكم، واحد من الناس البسيطة، وزي زيكم حاسس بجوعكم وفقركم وبحلم معاكم حلمكم، والأهم من ده كله إني بحبكم. بحبكم كده كلكم على بعضكم، الفقير قبل الغني، الضعيف قبل القوي. يا نهار اسود، ده الموضوع طلع بجد يا بابا. يا نهار ابوك اسود، ده هيودينا في داهيه كلنا. العيل الصغير اللي قد كده فوق دماغي، ابن حلال ابن حرام ابن كلب فوق دماغي، وده علشان بحبكم. بحبكم كلكم كده على بعضكم، بطيبه قلوبكم واصلكم، بقلة حيلتكم وضعفكم. بحبكم بحبكم كلكم كده على بعضكم. أنا سألت نفسي سؤال، إيه حقيقة مشاعري تجاه البلد دي؟ يا ترى بحبها؟ وبحبها من قد إيه؟ ولا حابب فيها إيه؟ حابب طينة أرضها؟ ولا طيبة شعبها؟ ولا تاريخها ومجدها؟ ولا كارهها ومش طايق أسمع اسمها؟ طب كاره فيها إيه؟ كاره خضوعها وضعفها؟ ولا فسادها وظلمها؟ ولا يأس أهلها؟ ولا إيه ولا إيه؟ الجواب الوحيد اللي لقيته جوا قلبي إني بحبها، وبحبكم كلكم كده على بعضكم، ونفسي أغير شكلكم، نفسي ألاقي أفقر فقير ساكن في قصره الكبير، نفسي أعمل حاجات كتير وأهمها هي الكرامة، نفسي أرحم قفا المواطن من الإهانة وما يتلعن تاني أبوه. بالروح بالدم نديك يا زازا، بالروح بالدم نديك يا زازا، بالروح بالدم نديك يا زازا، بالروح.
الولد ده يقلق يقلق. ده ولد هايف بيقول كلام اغاني. بحبكم كلكم كده على بعضكم، وده كلام برضه يا راجل. انا مش مصدق ان الحكومه كلت الطعم ده بالسرعه دي يا سياده السفير. كل ما كان التخطيط صح كانت نتائج مضمونه. المهم عمليه الليله لازم تتنفذ صح. انا تلمستك الليله الساعه 8 بالظبط العالم كله هيتفاجئ باللي هيحصل لزاز. يا ابني كل بالراحه والاكل هيطير. اصل انا بعشق المايونيز، بموت في المايونيز. اتحط قدامه كده صعب تقوميني. مايونيز ايه اللي بتاكله ده؟ شامبينيون. كومبليزون ايه؟ هو كومبليزون بيتاكل؟ اسمه شامبينيون. ده غير سرع شامبينيون. ده حلتك حلوه. شوف رحت فين؟ ايه اللي بيحصل؟ انا سعيد زازا يا بولك، مش انا اللي تتخطف مني موظف مطعم. ده انا صايع قديم مش عايزها، مش عايزها. مد ايه الكاميرات بتصور؟ حاول تستفيد من الموقف ده. استفيد ازاي؟ اخد طلقتين في بقي. رجالة الحكومة جايين يقتلوك. دول رجالة الحكومة وجايين يقتلوك. كلاب تربوا، كلاب تربوا، ما يجوش غير بالعين الحمراء. ده انتوا بتصوروا ايه؟ طبعا كان لازم يموتوه عشان بيمثل الطبقه العريضه من الشعب. الشعب ده مكتوب عليه الموت من زمان يا مدام. سعيد زازا خلانا نحلم في زمن الحلم فيه ممنوع. لو سعيد مات الحلم مات. ده ارهاب، عايزين نعرف الحقيقه فين. مين حاول يقتل سعيد زازا؟ انا ايمان حلمي مرات سعيد زازا، واللي في بطني ده هيبقى ابني. ايوه جابوا في الميدان، انا حماه. وان كنت اعرف انه هيرشح نفسه قدام سياده الريس انا كنت ذبحته بايدي. وانا من هنا وعلى الهوى هخلي بنتي تخلعه فورا. اخلع يا بنت وعلى الهوى. ما تفهمني ايه الحكايه؟ احنا بنهرج هنا ولا ايه؟ ايه ايد غريبه دخلت جوه وتلعب؟ خد دي يا فندم عشان طاقتك عاليه جدا. مش عايز زفت بره، يلا بره. ازاي ده يحصل في البلد قدامكم 24 ساعه وجابوا لي الحكايه بالتفصيل؟ خلاص يا فندم، احنا عرفنا مين اللي ورا العمليه دي. وساكت ليه؟ سايبني اهري وانكت في نفسي ليه؟ اللي دبر الحكايه دي يا فندم سعيد زازا ورشا دبوس. يعني خرج من تحت السيطره ها؟ وتقول لي اطمن ها؟ بتنيمني؟ دفعوا لك كام يا رامز؟ انا يا ريس. اخرس، مش عايز اسمع صوتك خالص. التليفونات ما بطلتش رن من الصبح، ورئيس اكبر دوله في العالم بيبكتني حضرته عشان حته العيل الصغير ده. والواد والبنت لو كانوا هم ورا الحكايه ينقبض عليهم ويتعمل لهم محاكمه عسكريه فورا. فورا يا فندم وعلى اعلى مستوى. ايه الحلاوه والجمال ده كله يا لسا اولد سبايس؟ مستر بريزيدنت اهلا سياده الرئيس. هي مالها جايه معفره كده؟ من ساعه ما وصلت وهي كده. لا
ربنا يستر. سيدة الوزيرة جاية تبدي انزعاجها مما يحدث في الانتخابات الرئاسية. هو ايه اللي بيحصل في الانتخابات؟ محاولة اغتيال لسعيد زازا منافس سيادتك الوحيد، ثم اعتقاله، ثم تقديمه لمحاكمة عسكرية، سبب قلق في مجتمع دولي. في المجتمع الدولي؟ ما تتكلموا بقى معايا بصراحة. حكاية الديمقراطية والإصلاح اللي بتضغطوا بيهم عليا، وده عشان موقفي بالنسبة لقضايا المنطقة. سيادة الوزيرة بتقول لابد من الإفراج فورا عن سعيد زازا ومساعدته رشا الدبوس. فهمها إن هو ولد العبان، هما اللي عملوا تمثيلية الاغتيال. لازم يتحكموا، أنا هنا في قانون. وبتقول لك كمان إن مجتمع دولي قرر إشراف على انتخابات. لا بقى، لحد كده هنا خط أحمر، ده تدخل في الشؤون الداخلية، وده لا أقبله أبدا. مستر بريزيدنت، دي قرارات دولية، وعلى حكومة دولتكم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 333 والخاص بالإشراف الدولي على انتخابات. طلع إمتى القرار ده؟ الفجر الساعة 5. ده قرار مفاجئ. ادوني وقت عشان أدرسه كويس. إحنا درسنا القرار وموافقين، وهنفرج عنهم فورا، وبنرحب بالإشراف الدولي على الانتخابات، بس لازم نعطي للشعب فرصة للتعبير عن حبه للزعيم الكبير مربي الأجيال. والله ما حد هيخربها غيرك انت. ده سعيد زازا يا جماعه. معقوله ده سعيد زازا؟ ايوه هو ده. معقوله هو ده؟ انت طلعت امتى يا زعيم؟ انا بحبك زي ما انت بتحبنا. ممكن نصور معاك؟ معايا انا؟ طبعا معاك انت. سلام يا سعيد. دعوة خلع يا أمان، دعوة خلع وأنا في المعتقل. أنت يا أمان تعملي فيها كده؟ الخوف يا سعيد، الخوف. صدقني أنت ما تعرفش لما سمعت صوتك النهاردة حصل في جسمي كله إيه. تعالي نسافر، تعالي نهرب ونسيبها لهم. نهرب؟ نهرب نروح فين بس؟ انت مش عارف انت عملت فينا ايه. انت بغفل يا سعيد، بص حواليك وحاول تصحى. متراقب يعني؟ لعلمك هو نفسهم اهرب واجري. تعالي نسافر، تعالي نروح اي حته. لا يا سعيد، انت في ورطه، انت دخلت لعبه موت. لو كملت هيجيبوا رقبتك واحنا معاك، ولو هربت بعد ما حييت الحلم الميت جوه الناس برضو الناس هيجيبوا رقبتك. وانا ذنبي ايه؟ انا لعبوا بيا لعبه كبيره، انا اللي خططت ولا فكرت ولا حتى حلمت ان العبها. فكر في ابنك ان كنت بتحبنا يا سعيد. ان كنت بحبكوا ما كانش العاشق من امان. عندك شك في حبي؟ خليكي جنبي، نقابل مصيرنا سوا. أنا مش قادرة، أنا فعلا خايفة. طلعنا برا اللعبة دي يا سعيد، أنا خايفة على ابنك اللي في بطني. وأنا لا يمكن هأذيكم. أنت طالق يعني؟ انا هقف قدام الرئيس وفي مناظره وعلى الهوا؟ ما انا يا جماعه كمان ما اقدرش. انا مش عارف اتكلم على اعصابي. لا اهدى بقى واجمد كده، انت دلوقتي مستعيد بتاع زمان. المناظره دي هي اللي هتحدد مين فيكم هيبقى رئيس جمهوريه، يا انت يا هو. انا ابقى رئيس الجمهوريه؟ انت خلاص بينك وبين قصر الرئاسه خطوه. قصر الرئاسه؟ انا عايش في قصر الرئاسه؟ ايوه. والريس يدور على شقه قانون جديد زي ما قلت لسيادتك يا فندم قبل كده. ده ولا جهبل عايزك تفضح جهله قدام الناس. اعصره اعصره يا فندم. ادي اخرتها
بعد كل ده انا متولي الحناوي رئيس الجمهوريه، اقف قدام عيل صغير واعمل مناظره معاه؟ الرئيس قاعد هناك اهو، اعمل نفسك مش شايف. ده هو، ايوه هو سيادة الرئيس، سيادة الرئيس. انا مش مصدق اني قابلت حضرتك، دي فرصة عظيمة والله. ده سيادة الرئيس بنفسه، ده انا مش هضيع الفرصة ديت. انا ليا طلب صغير عند حضرتك. ليك طلب عندي انا؟ ايوه فندم، كارت من حضرتك بس اوريه لرئيس المباحث. كارت مني انا عشان تقدمه لرئيس المباحث؟ اصله بصراحة حطيتني في دماغه، آخر مرة شافني في القسم قال لي لو شفتك تاني هطلع عينك. عينك بس؟ هو بصراحة قال لي هطلع عين أمك، بس أنا ما كنتش عايز أقول يعني. بعد الانتخابات ابقى تعالى نعمل لك اللي أنت عايزه. طب لو أمكن ولو فيها رزالة يعني آخد نمرة موبايل الرئيس، أنا هتصل بيه مش هرن له. الرئيس ما عندوش موبايل. يا راجل هو ظروف وحشة كده؟ اتفضل يا رئيس. اتفضل يا زعيم، بالروح بالدم تفديك يا رئيس. خلاص بس، والله العظيم اخ ربنا يخليك لينا يا رب. ابعد ابعد. اتفضل اتفضل يا رئيس. اتفضل يا رئيس. ايه ده؟ انت شفت الناس قد ايه؟ يا اخي ما تخافش بقى، ادخل بقى يلا. هروح فين؟ هناك هناك يا ابني هناك. هناك. ايه ما تيجي تقعد على حجر احسن. ايه في ايه؟ بيقول لك هناك. هناك اجري روح شوف شغلك، مش وقته. يا مهنينا يا مدلعنا يا ده بيقول يا مدلعنا. هي البلد فيها شعب تاني غيرنا؟ هم دول شويه الهتيفه بتاع الحكومه. استنى لما نشوف صدى هيقول ايه. سيادة الرئيس انا ما عنديش غير ميكروفون واحد ومش شغال، العالم كله بيتفرج، هيقول المرشح اللي قدام حضرتك اخرس. خلاص شوفوا الميكروفون بتاعه مش شغال ليه. افتح الصوت يا محمود وخلصنا. الو الو الو، بين 4-6-8 فرشة الحاج زازة تهنئ الشعب بمناظرة الرئاسة 1-3-5. خلاص اشتغل خلاص. لا شغال تمام. والان نبدأ المناظرة. المرشح الاول يقدم نفسه. انا متولي الحناوي رئيس الجمهورية. المرشح الثاني يعرف نفسه. سعيد محمد زازا، مواطن يعني، مواطن عادي كده زي الناس دي يعني. طيب المرشح الأول رمزك إيه؟ الحمامة. ربنا يستر من إنفلونزا الطيور. إذن ماذا يعني هذا الرمز؟ ده رمز للسلام، للحرية، للحب، والتطلع إلى الأفق العالي كي نسبح في الفضاء سويا. فضاء ايه؟ شكله هيطيرنا. المرشح التاني رمزك ايه؟ الكوز. الكوز اللي عشت فيه اجمل احلامي. على قد ما هو صغير في عينيكم، على قد ما شال هم ايامي. يعرفوه كل الفقرا كويس، وعايشين فيه من قبل ما ييجي الريس. المرشح الاول تقول لنا برنامجك ايه؟ انا برنامجي معروف من زمان. فاتك كتير يا ولاد، مبقاش الا القليل. اصبروا، المرحلة اللي جاية فيها زيادة مرتبات وعلاوات وشقق للمحتاجين وأراضي للفلاحين. وفي الصيف اخواننا بقى اللي هيصيفوا شاليهات عشانهم. الحرانين طبعا لازم يطلعوا يشموا هوا نظيف. أما الشباب هنعينهم كلهم وهنوظفهم وهنجوزهم كمان. يعني وعد لو انا سقطت ان شاء الله اخد شقه وتعين؟ لو سمحت ما تتكلمش غير في دورك. اتفضل قول برنامجك. برنامجي برنامج حب، برنامج شبيه بالحلم.
برنامج أساسه العدل وبنيان الحرية. طيب حد من حضراتكم يحب يوجه سؤال للآخر؟ ممكن أنا بصراحة جاي عشان كده. العدل يا ريس، الظلم كتر قوي، الظلم بقى على وجه والمصاليب مش لاقيين بقى. أنا عمري ما كنت ظالم، والظلم ده أنا ما بحبوش. يمكن أنت، لكن العلة في كل الشلة اللي حاططهم بيننا وبينك. انت بتحاول تشوه الصورة. انا بابي دايما مفتوح ليهم، هم مش للشعب. هم قالوا لك بلدنا دي جنة وكل الشعب بيبوس رجليك. شلة منافقة بمليون وش قدامك وشوشهم نعمة، اهل التقوى والاحسان. اما علينا فهم غلان، خطفوا الفرحة من وش العين، سرقوا اللقمة من غلبان. احترم نفسك، شوف انت بتكلم مين. انا اسف يا ريس. ما تزعلش مني يا ريس، الواحد تعبان. تقصد تقول انك تعبان؟ كلامك مش صادق كده. الكلام ده ما جاليش ابدا في التقارير. بتعرف حالنا من التقارير؟ طب ده التقارير وصفانا حمير، اللي يعلي صوته ارهابي واللي ماشي في حاله حقير. طب قالوا لك ايه عن الفواتير، عن الطوابير؟ قالوا لك ازاي الليل بيعدي على المديون؟ جابوا لك سيره ام معاها ست عيال ودايخه على معاش المرحوم اللي اساسا مات من الجوع. وانت ايه برنامجك؟ يعني هتحكم بلد ازاي؟ مش هخلي بيني وبين الناس حواجز ولا ابواب ولا شله من الديابه ولا قرايب ولا اصحاب. نمره موبايلي هتبقى مع الشعب كله، اللي عايزني في اي وقت يرن بس هيلاقيني بين ايديه، وهجيب 10 خطوط بزنس. يعني يا اخويا هتحكمها ازاي؟ بالمحمول؟ لا، هحكمها بقلب. الشعب ده محتاج قلب يحكمه، مش عقل يتحكم فيه. محتاج حد حنين يحضنه ويطبطب عليه. واحنا معاك في لبنى يا بابا، واحنا معاك في لبنى. وانا هوعدكم بالتغيير. هما بيقولوا ايه يا رامز؟ قصد يا فندم ده الشارع اللي ساكن فيه زازا. خش يمين. اقف عندك، اقف هنا. اطلع اطلع. ومين من اهله ساكن هنا؟ معلش يا فندم، مفيش حد من اهله ساكن هنا، لكن كل اهله بيعدوا من هنا. الواد شعبيته بتزيد، والدعاية الكبيرة اللي عاملها دي جاب فلوسها منين؟ أكيد في دعم خارجي، أكيد في إيد طويلة من بره دخلت جوه وبتلعب. وانتوا نايمين؟ الانتخابات فاضل لها يومين، اعملوا حاجة. شعبية الواد بتزيد، اعملوا حاجة، اعملوا معروف. الرئاسة هتروح من إيدي. الحقنة دي هتهدي أعصابك. مش عايز حقنة.
خسارة. متولي رئيس الجمهورية يتركن على الرف ويستنى البرومة لما تاكله. طب والاستقبالات الرسمية والسلطات والهتافات عمال على بطال. طب ده انا كنت لا مش ممكن ده يحصل ابدا مش ممكن. اقفل الابواب اقفل الابواب محدش يهود محدش يقول كده. اقفل الابواب يا ادريس اقفل الابواب. انا رامز يا فندم رامز. اقفل الابواب اي حد يقرب من هنا ضربوه بالرصاص. استهدى بالله يا ريس استهدى بالله. الولد ده لا يمكن يكسب ابدا ابدا. انت ورا سيادتك طقم شغال على اعلى مستوى. مش خربتها يا بتاع اعلى مستوى؟ وانت اوطى مستوى شفته في حياتي. انا يا ريس؟ ايوه انت. كل الكلام اللي كان بيقوله الواد ده وعلى اللي حواليا ليه خبيته عني الحقيقه؟ ليه بعدتوني عن الشعب؟ ليه ما قلتوليش كل حاجه؟ نشرت فسادكم وظلمكم. فهمتني كويس يا ادريس؟ انا يا فندم مش ادريس انا رامز. انت مين؟ رامز. رامز؟ ايوه يا فندم. طب امشي 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 من قدامي دلوقتي امشي امشي. حاضر يا فندم حاضر يا فندم. تعالى خلصتي اديله حقنه مهدئه علشان يعرف ينام. انا خلاص اتخنقت. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية فوز المرشح سعيد محمد زازا بنسبة 90% من أصوات الناخبين. مبروك علينا مبروك على الشعب العظيم مبروك على الشعب العظيم. أنا فايق ولا بهيس والنعمة بقيت الريس. أنا فايق ولا بهيس والنعمة بقيت الريس. والله يا واد لعبت جامد وبقيت ريس وهو جه وقتك. يعني مفيش بوكس هينزل صابت منه يقول لي طقطق. والله يا واد لعبت جامد رايس وهو جه وقتك. يعني مفيش قدس هينزل ضابط منه يقول لي بطقطق. اما الشعب ده فيقشر وحياة ام انا ما بفشر. انا ما بثبتش وكيس. جالكوا العقر اللي يخطط ومن الهم خلصتوا. عالامريكا نتنطط افرحوا يلا بريستوا. جالكوا العقر اللي يخطط ومن الهم خلصتوا.
بلدك تفرح ويلا برئيسكم. العلاقات الخارجية دي هتبقى مية مية، رؤساء العالم هصاحبهم وهندخل سوا جمعية. العلاقات الخارجية دي هتبقى مية مية، رؤساء العالم هصاحبهم وهندخل سوا جمعية. قصر الرئاسة بقى بيتنا، بيتنا مفتوح لولاد حتتنا. والله يا واد لعبك جامد وبقيت رايس وهو جه وقتك، يعني مفيش قدس هينزل ضابط مني يقول لي بطقطق. اما الشعب ده فيقشر وحياة ام انا ما بفشر، انا ما بثبتش وكيس. حبيبكوا حارسكوا اللي لا يمكن ابدا ادبسكوا. بابا يا ابن ايه ولا هتعمل فينا ايه، من غلا والهم وحرق الدم انا جاي عشان اخلصكوا. بابا يا ابن ايه ولا هتعمل فينا ايه، خد عهد الفول والطعميه وادي مرحله النجرسكوا. ايه ايه بابا ورشلت فين؟ تبقي سكرتيرتي وتسيبيني في يوم زي ده؟ انا في انتظارك في القصر. انا عايز افقع الشعب قرارين كده وانا سخن. قرارين ايه؟ انا وعدت الناس بالتغيير، عايز احل مجلس الشعب واكنس الوزاره دي خالص. لا فوق يا سعيد، ما تنساش نفسك، اللي بتتكلم عليهم دول وحوش، وخليك فاكر الانقلاب بيحصل في ثانيه. لا انقلاب ايه ده، لسه ما مسكتش الكرسي. اقفش في الكرسي لحد ما اجي. مد شويه الله يحرقك. ده ايه الزحمه دي؟ ده الميكروباص اسرع. اتفضل يا فندم. اهلا 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 يا ريس، نورت يا ريس قصر الرئاسه. ايوه يا فندم، ايوه ايوه ده ده. ماشي ماشي، اتفضل يا فندم. ربنا يستر. اتفضل يا فندم، اتفضل، نورت يا فندم. اهلا اللواء جابر وزير الداخليه. اهلا يوسف ابراهيم. انا عارف عارفهم والله، يعني من ساعة ما اتولدت وهم هم ما تغيروش. اختصر، ده انا حتى من 40 سنة ما سمعتش ان في وزير مال. يموتوا يا فندم، يموتوا. اتفضل يا فندم، اتفضل. البيت ده حلو قوي. بيت؟ ده قصر، قصر الرئاسة. اتفضل يا فندم. الحق يا ريس. ايه؟ الشعب بيرن. هرد عليه. انا عايز من النهارده مكتب مختص بالتليفونات والشكاوى تتعرض عليا يوميا. تحت امرك يا فندم. ايه الجمال اللي احنا فيه ده؟ ربنا يزيدك يا ابني، يزيدك من نعيم ويا سعيد يا ابن مطني. الله. بعد اذن الساده الوزراء، يا ريت كل واحد يسلم الموبايل بتاعه للست والدتي، عشان بس اسرارنا ما تطلعش بره. عايز العقد. ايه ده؟ وزير والموبايل بتاعك من غير كاميرا؟ ايه كل ده؟ ايه الخير ده كله ده؟ يا حلاوه يا اولاد. يا ريت كمان بعد اذن الساده الوزراء بالنسبه للبدل والكرافتات والشياكه اللي انتوا فيها ديت على عيني وعلى راسي، بس بتعمل لي خنقه في الشغل. يا ريت في ظرف دقيقه كله يقلع. احنا هنعمل حمله على البلد ومن غير حراسه. من غير حراسة؟ اه يا فندم انا مستعتف. ما عشان كده من غير حراسة. ايه
ايه اللي مسهرك كده؟ كنت عايز اتكلم معاك يا خالد. خير حبيبي. عايز اروح العب مع اصحابي في الحاره. بس كده؟ اصيل يا واد، تلعب مع اصحابك في الحاره في اي وقت، ولو عايزهم يجوا هنا اهلا وسهلا بيهم. شكرا يا خالد. السيد رئيس الجمهورية. تفضل. مبدئيا عايزين نحط برنامج ننقل فيه البلد دي 100 سنه لقدام، مع اني عارف ان حضراتكم اللي جايبينها لورا، لكن معلش هعمل ايه؟ دي الله ودي حكمته. انا عايز انعش الناس، عايز انخنخهم. يا جماعه نونو تعبانه. نونو؟ ايوه نونو بتاعت الايس كريم. يا جماعه انا عايز اعمل حاجات كتير للناس. هو ده هدفنا يا فندم، لكن هنعمل ايه؟ المشكله في الموارد، موارد الدولة ضعيفة جدا. انتوا هتقفلوها في وشي من اول اجتماع، امال فين الخصخصة اللي عملتوها والاجانب اللي بعتوا لهم الاراضي والشركات والمواني والشواطئ والحاجات ديت؟ فين الفلوس ديت؟ اصل بيننا وبينهم قضايا ما بيدفعوش. والقضايا دي ما اتحكمش فيها ليه يا سيادة الوزير؟ يا فندم القضايا دي مش موجودة عندنا في الوزارة، احنا رفعناها عليهم بره في بلادهم هم. مشاكل عندنا هنا والتحكيم فيها يبقى بره في بلادهم هم؟ الاتفاقات اللي بيننا بتقول كده. انتوا اتفقتوا معاهم على كده؟ ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. انتوا بتقولوا ايه؟ امال فين السياده؟ معنى كده ان بلدنا لسه محتله؟ لا 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 لا. أنا اسمي سيادة الرئيس يا هانم. غيرت مراسم الاستقبال زي ما قلت لك؟ كله تمام يا فندم. احتياطاتك بالنسبة لتأمين الرئيس؟ اطمن يا فندم. أنا بسأله هو. يا فندم تأمين الرئيس هي المهمة الأولى في وزارة الداخلية. تأمين ده؟ هو ده الرئيس كمانة. ومين اللي معاه دي؟ واوا؟ رفيقته ياسمين. الجو بتاعه يعني. اتفضل يا فندم. اهلا كنانة. اهلا زازا. اهلا اهلا. بوسها. ابوسها؟ بوسها بوسها. تاني تاني تاني. كفاية. اتفضل اتفضل. النشيد ده مش سعادتك طلبت نشيد شبابي؟ شبابي يبقى مزز وغرز. انا لو سبتها لكم هتخربوها. بلدكم حر قوي مفيش درينك؟ درينك؟ اتفضل حضرتك، ده المشروب القومي بتاعنا، اسمه عرق. عرق السوس يا فندم. لا احنا صفينا منه السوس بقى عرق. اتفضل. وجب مع الواوا بتاعته.
يا اهلا يا اهلا، خطوه عزيزه يا واوا، نورت بلدنا. متشكر متشكر. انما سيادتك ما قلتليش حضرتك رئيس بالانتخاب؟ لا بالانقلاب. بالانقلاب، هايل هايل. والله اسرع واسهل. نظام بقى اللي يصحى الصبح بدري يمسك الحكم وكده. ولو طبقت يومين ورا بعض تحكم دورتين. يا اهلا يا اهلا. انت اول رئيس يزورني بعد ما مسكت الحكم. احنا لازم يبقى في بيننا تبادل تجاري صناعي ثقافي. بلدكم بتنتج ايه علشان نشتريه؟ نحن ننتج اجود انواع الفحم. لا واضح، العينه هايله. ايه كمان غير الفحم؟ وننتج ايضا اجود انواع المعسل. المعسل، فحم ومعسل، هايل هايل. ايه كمان؟ لا نحن لا ننتج شيئا اخر. فحم ومعسل بس؟ ده رئيس دوله ده ولا صاحب غرزه؟ يبقى المفروض هتشتروا مننا، احنا عندنا منتجات متنوعه. لا يا سيدي نحن لا نشتري، نحن دوله تعيش على المعونات. اه ده انت جاي تتعشى بقى. لا بقول لك ايه يا عم واوا، اذا كنت انت واوا انا البقاء لله. اهو اهو اهو، صدقني انتوا بتربكوني بتربكوني. يلا شوت يا يوسف. اتفضل اتفضل. اصل الريس بيلعب مع العيال. سيادة الريس. نعم. السفير جون مارش وصل يا فندم. طيب حاضر جاي حاضر، كمل الجيم. بقول لكم ايه، الغالب مستمر، هروح وهرجع. يلا يلا معالي السفير بنفسه. ده ايه النور ده؟ مستر بريزيدنت اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل نقعد قعدة عربي، ما بحبش قعدة المكاتب. تعالى اتفضل. اهلا اهلا اتفضل. شكرا شكرا. تشرب ايه؟ ثانك يو مستر بريزيدنت. لو ربنا ما ينفع، ده انت ابو الكرم لازم تشرب حاجة. تحب انزل ست بيره مشبرين على شوية ريش حلوين كده لو جعان؟ وفي مسقعة حلوة من امبارح تعجبك. شكرا سيادة الرئيس، كفاية حفاوة استقبال. عليا الطلاق لا تشرب حاجة، ده انت في بيتنا عيب علينا. عندنا قصب كده يكيفك قوي. اوه قصب از ا فيري جود ايديا. ماشي. عصير ولا تمص؟ هنا براحتك. تمص؟ لا عصير سيادة الرئيس. متأكد؟ خد يا محمد. عارف عمك عبد الشافي بتاع القصب اللي على الناصية؟ قول له الرئيس عايز ست قصب. ها؟ وقول له معاه ضيوف، خليه يتواصل. أهلا أهلا. مستر بريزيدنت، إحنا لينا طلب عند فخامتك. غير القصب؟ احنا قررنا توجيه ضربة عسكرية لدولة من دول المنطقة فيها حاكم دماغه ناشف رافض إصلاح إلى جانب نوبيرها إرهاب. مستر جون طلب تسهيلات عسكرية، يعني مطارات خدمات، ومحدش هيعرف حاجة. كل دول المنطقة في بيننا وبينهم اتفاقية دفاع مشترك، احنا اخوات، اي اعتداء عليهم اعتداء علينا احنا شخصيا. ده كلام على ورق ولكن واقع غير كده. احنا ضربنا دول في منطقة قبل كده ومحدش احتج. اه فعلا ده حصل، وده في نظير ايه؟ في نظير حاجات كتير، مساعدات اقتصادية، معونات، بلدك محتاجة يا ريس. يعني نظام بيع اخوك واقبط، مش كده؟ لا يا سيادة الرئيس، دي مصالح شعوب. شوف مصلحة شعبك فين، وده هيبقى طريق. الحق روح لعبد الشافي قول له يسك على العصير. عايزك تقول لي ايه الاسلحه القويه اللي تخلي العالم يحترمنا ويعمل لنا حساب وفي نفس الوقت تبقى حنينه ورخيصه؟ مفيش يا فندم غير الاسلحه النوويه، بس دي اسلحه دمار. هو في حاجه اسمها اسلحه دمار وحاجه اسمها اسلحه هزار؟ مش كله بيموت؟ فندم دي اسلحه محظور علينا امتلاكها. محظور علينا؟ يعني ايه؟ ايه الكلام ده؟
ازاي تبقى محظور علينا وفي دول على حدودنا عندها اسلحه نوويه؟ يبقى هم عندهم واحنا ما عندناش؟ دي اسمها بلطجه. فندم في اتفاقات دوليه احنا موقعين عليها. تاني هتقول اتفاقات دوليه؟ ايه حكايه الاتفاقات ديت؟ لا، احنا لازم يبقى عندنا زي اللي عندهم بالملي، ونطبق سياسه سيب ونسيب، هم يسلموا احنا نسلم، غير كده انا ما افهمش. ما حدش هيسمح لنا، ما حدش هيبيع لنا. معقوله؟ فندم بس ليه كل ده؟ انا عايز اغير اسم الوزاره بتاعتك، انا هخليها وزاره الدفاع والهجوم. سياده الرئيس، سياده الرئيس. في ايه؟ طليقه سعادتك في المستشفى حالتها خطر جدا. ايه ده يا فندم؟ تكيلوا الا ربع برتقان بلدي. برتقان بلدي؟ واجب برضو ادخل بحاجه دي مهما كان طليقتي واللي فطناها ده ابني. ايوه يا فندم، كنا جبنا شوكولاته مارون جلاسيه. لا 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 ده كده كويس، ده هو اللي هياكل. انت فكرك هي هتاكل حاجه؟ ربنا يستر. وزير العافيه موجود؟ وزير العافيه؟ قصدي سعادتك وزير الصحه. ايوه ايوه يا فندم، بيتابع الحاله اول باول. ربنا يستر، ربنا يستر. بقول لك ايه؟ ايوه يا فندم. مد شويه. حاضر يا فندم. الرئيس وصل بس صعب. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. وسع وسع وسع. ايه في ايه؟ طمن يا فندم، الحمد لله الحاله مستقره. هي عندها ايه؟ في اشتباه ان يكون عندها صداع. يا راجل ألطف يا رب. سعيد، انت جيت يا سعيد. ايه بقى الحركات ديت؟ ده انا حاطك وعاجنك. ليه كده؟ هعمل ايه؟ مش عارفة اوصلك. قلت اعمل كده يمكن تيجي تسأل فيا. قصدي في ابنك اللي في بطني. طب يا جماعة خمسة كده بس عشان الأكسجين اللي في الأوضة اتشطط. معلش. وأنت كمان اتفضل. اتفضل. اتفضل أنت، اتفضل أنت. يلا. أنا حاسس إن أبوكي هنا صح؟ اعتبرني مش موجود يا فندم. ولا كأني اتولدت من أصله. اعتبرني مش موجود خالص. تعرف أنا عرفت إنك هنا إزاي؟ إزاي يا فندم؟ من ريحة شرابك. يا حامد يا أبو شراب جامد. بره. بره. خد حاجة بسيطة كده يعني. إيه يا فندم؟ برتقال؟ آه. وليه التعب بس يا فندم؟ يا سيدي. متشكرين سيادتك. سامحني يا سعيد، أنا عارفة إن قلبك طيب وبتسامح. وحشتيني، وحشتيني أوي. بحبك أوي يا ريس. الحقوني بالمطافي، الريس ولع. الليلة بقى ليلة فرحتنا الحقيقية، شغل الكوز بتاعك ووريني. كوز؟ ياه. صوري الكوز ما بقاش مقاسي، همومي كبرت عليه. هموم ايه يا سعيد؟ ده انت رئيس الجمهوريه دي. ما هي دي المصيبه. والنبي انا ما بقتش فهماك. انت باين عليك يا ابني خدت على الفقر. ده احنا لما كنا في بيت امك المعفن كنت بتنط في الكوز وكنت مية مية. بيت معفن مين يا بنت حمد ابنتك؟ ايه ياما؟ في ايه ياما؟ ازاي تدخلي عليها كده في ليله دخلتها؟ دخلتها؟ هي هتدخل 100 مرة. أنا هعلمك الأدب. يلا الكلام ده يلا. يلا يلا. في يا ريس؟ إيه ده؟ أنت إزاي تتحيانا قلت النوم كده؟ صوتكم عالي قوي يا ريس. أنت ياسر يا ريس اتحسبت. اتحسبت على إيه يا أخوي؟ من النهاردة خبر جوازك انتشر والهدايا نازلة ترف. إيش من الدول وإيش من الرؤساء والهيئات وكل العالم. أما أنت لميت لمي يا ريس. ده انت لميت ولا ميزانية دولة. انت جاي تنبرني في النقطة بتاعتي، عاجبك كده ياما؟ وحياة أمك لربي. بس حطوا اطلع بره بره. عايز انا امسح ايدي قبل ما اسافر. شهر عسل سعيد يا فندم. انت كمان هتنبرني في شهر العسل بره. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا هانم. معلش يا هانم اتفضلي. بس حبيبتي بس عرفتي سبب الاكتئاب؟
محسود. تعرف ان دي اول مره اركب الطياره يا سعيد؟ عارف. ما انا كمان، بس انا خايفه قوي. انت مش خايف؟ انا لا، انا الرئيس. الرئيس ما يخافش ابدا. استر يا رب. هو احنا رايحين فين؟ سنركب في اليخت ونسغف على مكان بيتنا العيون كما طلبت سيد الرئيس. سعيد، سعيد. ايه؟ في ايه؟ جرالك ايه؟ هو احنا مش في شهر عسل ولا انا بيتهيألي؟ عسل ايه وانت على وش ولادك؟ وبعدين دليلنا على وصول. ايه حكايه البت لينا دي اللي لازقه له ليل ونهار؟ انا قلبي مش مطمن، انا هتجنن. اوف، ممكن بقى تفهمني انت ايه حكايتك؟ كل شويه خارج لي مع البت دي؟ لا بقى يا سعيد، دي حكايه زادت عن حدها وانا مش مستحمله. انت عبيطه ولا ايه؟ هو انا جاي هنا العب؟ لعلمك انا جاي في مهمه، انا جاي اعمل اهم صفقه في تاريخ بلدنا. يا سلام يا اخويا، وما كانش بقى حد ينفع من الوزراء بتوعك يعملها. لا ما ينفعش، لانها مهمه سريه. انت مش غريبه، انا جاي اعمل صفقه اسلحه متطوره بعون الله ان شاء الله تقلب موازين المنطقه بالكامل. صباح الخير يا سيد الرئيس. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الاصطباح اللي بالالوان ديت؟ شعر اصفر، عيون خضر، جلد بيج طبيعي. احنا الارسال عندنا ابيض واسود. سعيد، وساعات اسود بس. اتفضل يا سيد الرئيس. سعيد. ايه؟ انا جاي معاكم. وده بقى موقف وطني ولا غيرة نسوان؟ الاثنين. هانز مدير المخابرات العسكرية. اهلا اهلا مستر هانز باشا. مرحبا بك يا سيادة الرئيس. مدام. مرحبا بك. اهلا وسهلا. تفضل. لا ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، شكلهم يفرح قوي يا هانز. قول لي البضاعه دي نمره واحد ولا فرز ثالث؟ نو سياده الرئيس، اطمئن، دي ممكن تدمر العالم. انا مش عايز ادمر العالم، ده انا عايز احمي نفسي من دمار العالم. انا عايز اقول للي عنده من ده انا كمان عندي زيك، علشان لما نقعد مع بعض تبقى راسي براسه، يتكلم معايا عدل. انا ما بحب الشغل ببلطجه. الرؤوس هامرة دي نوويه، رؤوس دي كيماوية، رؤوس أخضر جرثومية. سعيد. إيه الجرثومية دي؟ دي بتاعت حرب البراغيث، هبقى أجيب لك منها واحدة تحطيها تحت اللحاف مش هتحس بأي حاجة بعد كده خالص. سيادة رئيس. أما الأسود ده، بقول لك يا هانز تعال، أنا بصراحة جاي علشان خطر النووي، كويس؟ عايزك تركز لي عليه. و حلو، ده في منه كحلي؟ نعم. يعني اعمل لي تشكيلة بقى، 10 من هنا على 10 من هنا على 10 من انت وذوقك بقى. تحت أمرك سيادة الرئيس. طيب بالصلاة على النبي بقى، دول كده يعملوا كام؟ فخامة رئيس، نحن يهمنا أن تكون دولتكم قويا. أنتم أهم دول صديقا لنا. وماله حبيبي، برضه أحب أعرف دول بكام؟ لا استنى استنى، هترد كده على طول، فكر شوية. لعلمك أنا لو اتبسطت هجيب لك زباين، ولو عجبوني ممكن تلاقيني كل اسبوع بقى تاخد شويه من دول. ها بكام؟ دي ثمنه مليار دولار. مليار ايه؟ صل على النبي يا عم هانز، ده انا جاي لك من اخر الدنيا تقول لي مليار؟ طب لعلمك بقى معروض عليا شويه زي دول من كوريا الشماليه بنص الثمن، ومش من ده كمان، من الثاني، ابو علبه صفرة.
مش تختلف سيادة الرئيس. نحن يهمنا أن دولتكم تدافع عن نفسها. ويهمنا أكثر أن تكون صداقة بين دولتنا ودولتكم. أيوة كده رجولة والله يا هنز رجولة. طب بقول لك إيه، يعني ينفع كده نجرب حاجة من دول دلوقتي؟ تجرب إيه يا سيادة الرئيس؟ معلش أنا آسف، أنا دايما أشتري على السكينة ودي شكلها مستوي يعني مش هيكسفكم. مستحيل سيادة الرئيس، دي تدمر مكاني. ما تدمر، مش أحسن أخدها عمياني واعمل فيها ذكر واخد موقف رجولي اجرميها تطلع لي ريحه وحشه؟ الثمن الاسلحه دي معموله لها اختبارات. ايه ياما ايه انت هتاكليها؟ خلاص انا هاخدها كده على البركه من وشك السمحت. شغل ده شغل شغل. المهم البضاعه دي هتوصل لنا ازاي؟ ان شاء الله هستنى وصول البضاعه يوم الخميس اللي جاي، وانا هاجي مع مجموعه اسلمها بنفسي. ده هيبقى اسعد يوم في حياتي. سعيد تعال اسندني انا تعبانه. الف سلامه يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا رامز؟ نورت القصر يا ريس. ما شاء الله ما شاء الله، ايام العسل باين على وشك. يا رامز يا رامز انت هتنق فيها ده كان يومين. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك يا رشيد. الله يسلمك. اتفضل يا ريس. هي ايمان فين؟ ايمان سباقي انت حبيبتي دلوقتي. معلش تعبانه شويه من السفر. خدمتها يا فندم. وحسين فين؟ يعني مش شايفه. حسين بيه يا فندم مشغول شويه في البيزنس. بيزنس؟ بيزنس ايه؟ اصل يا فندم عمل هو مرتضى بيه مجموعه شركات مع مجموعه مستثمرين. ما شاء الله عليه ما شاء الله لبغه. ايه الكلام ده؟ جاب الفلوس منين؟ لا يا فندم ما شاركش بالفلوس، شارك بالخبره. النبي ايه؟ هو حسين عنده خبره؟ لا مش انا اللي اتعمل على قفايا شغل من ده في البلد دي، هي البلد ناقصه خراب. حسين ومرتضى كل لسه الشركه يتم اعتقالهم فورا. حاضر يا فندم. والشركه يا فندم ذنبهم ايه؟ غصب عني يا فندم، هم اللي الحوا. الحوا؟ ماشي يا رامز ماشي. جابر. ايوه يا فندم. حسين اخويا يجي لي هنا حالا. حاضر يا فندم. وبعدين سيادتك سياده الرئيس. يلا رشا، عايز اعمل مؤتمر شعبي يوم الخميس اللي جاي، عايزك تعملي لي كل دقيقه اعلان، عايز الشعب كله يعرف. مؤتمر شعبي ليه؟ ليه؟ انا ما بحبش الاسئله ديت، كل حاجه تعرفيها في وقتها. ايه ده؟ هي امي فين؟ ماما والدة سيادتك اصل ايه في اصل ما فيش يا فندم. امي فين يا رشا؟ ام سيادتك اتجوزت. اتجوزت؟ امي؟ امي اتجوزت مين يا رامز؟ غصب عني يا فندم اصلها الحت. الحت؟ امي الحت ها؟ وكتبت لها قايمة ومهر ومؤخر ولا لا؟ على أعلى مستوى في العالم يا فندم. طب طلع وادفع يرحمك. أسرع يا فندم، إحنا لسه ما دخلناش. تدخل؟ أنت عايز تدخل على أم رئيس الجمهورية؟ لا يا فندم أخرج أخرج. طلع أمي. خلاص يا راجل، أمي سعادتك طلقة. بالتلاتة يا. خلاص يا فندم، أمي سعادتك طلقة بالتلاتة. حلو، إيدك بقى على كل حقوقها الشرعية. أنت عارف نفقت أم رئيس الجمهورية كام؟ عندي معلومات إن سعيد بيحاول يحصل على صفقة أسلحة خطيرة من الخارج، وده لو تم هيكون في مشاكل دولية كبيرة في المنطقة. وإمتى ده حصل؟ في السفرية الوحيدة اللي سافرها، هو فاكر إن هو بعيد عن عينينا. معقولة؟ سعيد؟ أنتِ فهمتيني إن كل قراراته هتبقى من عندنا. أنا مش مصدقة. سعيد لا يمكن يعمل كده. عارفه ده لو حصل هيبقى كل التقارير اللي انا بعتها للاداره كانت غلط، وده معناه مستقبلي انتهى. تعليمات سيادتك هتتنفذ كلها بالحرف الواحد. مع ذلك انا الان المفروض الاسلحه تكون وصلت البلد من 6 ساعات ومفيش حاجه حصلت. فاضل على المؤتمر ساعه، انا مش عارف اقول للناس ايه. سيادتك تقدر تتفضل على المؤتمر، اول ما توصل الاسلحه ادي سيادتك خبر. سيادتك في ايه؟ المدام جالها الام الوضع ولازم تتنقل المستشفى فورا. يا سعيد العمليه
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله أن أكون خادما لهذه الأمة، وأنا بصراحة جيت النهاردة علشان أعلن أمامكم برنامج التطوير والتغيير. أولا، تشديد العقوبات على لصوص أموال الشعب. اللي سرق أموال الشعب عقوبتها تتضاعف بعدد أفراد الشعب، والفلوس اللي سرقها هترجع، مخبيها جوه طلع بيها بره هترجع، يعني هترجع، وهكلف كل أجهزة الدولة أنهم يجيبوه، وهطلع عين أبوه. بو بو هطلع عين أبوه. بو بو هطلع عين أبوه. بو بو هطلع عين أبوه. المساواة، المساواة. من النهاردة مفيش استثناء، مش ابن الضابط يبقى ضابط وابن القاضي يبقى قاضي وولاد الفقراء للبطالة وللتصدير، لا خلاص، من النهاردة مفيش محسوبية. لا كوسة ولا ملوخية ولا رشوة ومحسوبية. لا كوسة ولا ملوخية ولا رشوة ومحسوبية. قرار رقم واحد لرئيس الجمهورية، قبول استقالة الوزارة والتحقيق معهم في كافة التجاوزات التي قاموا بها في حق الشعب. القوة، احنا دلوقتي بنملك القوة، احنا عندنا القوة. قرار رقم 2 لرئيس الجمهورية، إعلان تحرير الدولة واستقلال القرار والاستغناء نهائياً عن المعونة. بيدونا المعونة ويكسروا عنا وبياخدوا ثمنها خضوع وذل ومهانة، لا خضوع بعد اليوم. خذوا المعونة وابعدوا عنا. سعيد هذا ما يكملش خطاب، اقتلوه. فين إرهاب؟ انشروا إرهاب. سعيد! يا سعيد! وفي اللحظة ديت وإحنا مع بعض هعلن للعالم كله ألف شكر. قرار رقم 3 لرئيس الجمهورية، مراجعة كافة الاتفاقات الدولية التي أبرمت في العصور السابقة. اللي في صالحنا يمشي واللي مش في صالحنا مش هيمشي. داعي الصوت هنتكلم إن شاء الله نموت هنتكلم. بعيل والصوت هنتكلم إن شاء الله نموت هنتكلم. اللحظة دي واجبة علينا وفرض، مين يرضى يفرط يوم في الأرض؟ وعشان ما نبصش يوم في الأرض ولا نسلم هنتكلم. بيحتلونا وبيذلونا وبيحوجونا ويجوعونا ويشبعونا، استنسخونا ومسخونا وعولمونا ومن وصولنا بيبزرونا. لعبونا غيبونا فتعبونا عزونا فغزونا فأزونا هدونا لفطونا من تاريخنا شفطونا دينونا جننونا عودونا عن معونا. كان هتفنا في الجهاد لا إله إلا الله.
لو كنا ببعض ما بنحسش تتمثل أرضي ما تتمسش مش فارقة كتير في اللعبة دي ما ومفهومة خلينا كده بسبع نومة وتصبحوا على خير لعبونا غيبونا فتعبونا عزونا فغزونا فأزونا هدونا لخبطونا من تاريخنا شخبطونا دينونا جننونا عودونا على المعونه